شكلنا لجان وقعدت عكفت على تصحيح واصلاح ما يمكن اصلاحه في المناهج اللي موجوده للعام 16-17. لان انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، تطوير المناهج ما بيتمش بالسرعه اللي البعض متصورها. اللي بيطور منهج لازم يطور السلسله كلها على بعضها، يعني لازم يطور ابتداء من اولى ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. عندنا توجيهات وتعليمات صريحه يمكن لاول مره ايضا في وزاره التربيه والتعليم، ان مع بدء العام الدراسي جميع مناهج الشهادات العامه اللي زي سته ابتدائي وثالثه اعدادي وثالثه ثانوي هيتم تحويل او هيكون بالفعل ان شاء الله تم تحويلها الى مناهج تفاعليه واتحطت كلها على شبكه الانترنت او اتحطت بمعنى صح على موقع الوزاره ومواقع المديريات. مكتوب في الماده الاولى في القرار تنظم مجموعات تقويه دراسيه اختياريه في بعض المواد الدراسيه لجميع المدارس الرسميه للطلاب بهدف تحسين المستوى العلمي لهم وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبه. الجمله اللي جايه ديت هي اللي انا بركز عليها. يكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريا سواء داخل المدرسه المقيد بها او اي مدرسه اخرى يختار. احنا مصرين وبقرر ان احنا فعلا ضد الدروس الخصوصيه. وهناخد ضدها اجراءات زي ما خدنا اجراءات السنه دي، وكنا واحنا بناخد اجراءات السنه دي احيانا بعض الناس تقول انتوا ما قدمتوش البديل. لا، القرار ده طالع في 6/2/2016، الناس كلها عارفه، لسه ما فيش عام دراسي جديد بدا. انت شايف المدرس ده عاجبك وانت عايز تدرس معاه، روح سجل عنده في المدرسه اللي هو فيها، تبقى انت والمدرس تحت عينينا. الوزاره درست كل الاجراءات التي تخطر على بال اي انسان ايا كان هذا الانسان التي من شانها تامين امتحانات الثانويه العامه، وتم عرض هذه الاجراءات على مجلس الوزراء قبل بدء الامتحانات بحوالي شهر. التسريبات كانت تتم في عهد حضرتي وما قبل حضرتي وسيادتك. الكلام ده مش انا اللي بقوله، تقارير واخد مكانتي المختلفه هي اللي بتقول هذا الكلام. احنا لما لقينا ان في تسريبات وتيقنا من هذا الموضوع طلعنا واصرينا على ان احنا نعلن للراي العام حرصا على مصالح الطلاب وحرصا على تحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين الطلبه وبعضهم، وما نضيعش مجهود طلاب تعب طول السنه واهاليهم تعبوا معاهم وبعدين يجي حد تاني علشان خاطر قدر يخترق النظام ياخد الدرجات بتاعتهم وياخد ايه مكانهم في الجامعه. علشان كده احنا طلعنا اعلنا هذا الكلام وبالتنسيق طبعا مع القيادة السياسية ومع كل الجهات المعنية في الدولة.